بعد ثمان جولات من مفاوضات أستانا ومرور عام ونيف على أطلاقها، توافق ثلاثي على أن الأولوية في سوريا تبقى لمواجهة الإرهاب بالتوازي مع مسار التسوية السياسية. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اتهم الغرب بالسعي لحماية الإرهابيين في الغوطة الشرقية لاستخدامهم لاحقا في تحقيق مطامع جيوسياسية. نرى أن هناك من يقوم بقراءة الأوضاع في الغوطة الشرقية من زاوية معينة، وهو شبيه لقراءة ما شهدته الأوضاع في حلب الشرقية. من الواضح سعي بعض شركائنا الغربيين إلى إبعاد الإرهابيين وبالدرجة الأولى جبهة النصرة عن الضربات وتوفير إمكانية حفاظهم على قدراتهم القتالية. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بدوره أكد أهمية مسار أستانا لتخفيف حدة التوتر في سوريا، داعيا إلى مواصلة تنسيق الجهود لمحاربة الإرهاب على أراضي هذه الدولة. تحققت خلال عملية أستانا إنجازات هامة واسترجعت أراض واسعة في سوريا من قبضة الإرهابيين. من المهم استمرار الجهود المشتركة حتى تتحرر سوريا بشكل كامل. إن وقف إطلاق النار وخفض التصعيد هما خطوتان هامتان لإنهاء الحرب الأهلية في سوريا، وعملية أستانا هي الجهد الدولي الوحيد الذي نجح في خفض التصعيد هناك، ومن الضروري البناء على إنجازات هذه العملية. وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو شدد على أهمية تشكيل لجنة إصلاحات دستورية داعيا الأطراف السورية للحوار في هذا الإطار. أكدنا أهمية تشكيل لجنة دستورية، وأنا أعتقد أنه من المهم أن تبدأ هذه اللجنة بعملها في أسرع وقت، ونحن نؤيدها في هذا المجال، كما أنه يجب على الحكومة السورية والمعارضة دعم عمل هذه اللجنة، خاصة وأن الدول الضامنة لديها رؤية مشتركة في هذا الصدد. توسيع دائرة مناطق خفض التصعيد في سوريا مستقبلا لم يتم بحثها وسط التأكيد على دور اللجنة المعنية بتبادل المعتقلين واللجنة الخاصة بالإصلاحات الدستورية. ما أنتجه الميدان السوري من تسارع في الأحداث لا يتوافق مع الركود الذي تشهده مسارات التسوية السياسية، أمر تم التأكيد عليه في لقاء الدول الضامنة لمفاوضات أستانا مع إعلانها عن ضرورة استئناف الحوار السوري في المستقبل المنظور وعلى جميع المسارات. حسن نصر، RT، أستانا، كازاخستان.